يحدث هذه الضوضاء فسيوقظ المنطقة. سأتفقد الأمر. أوه عجبا، خبأتها في مكان ما هنا. ليست هنا. عما تبحث يا راينو؟ ليس من شأنك يا سبايدي. أنت جار سيء لأنك أيقظت الجميع. سأصنع ضوضاء حتى أجد الذهب الذي سرقته. هل راينو سرق مصرفا؟ علي إيقافه، لكن أحتاج مساعدة لهذا. سبين، أتسمعني؟ أحتاج صديق سبايدي لمساعدتي على إرهاق راينو المزعج للغاية. اعتمد علي سبايدي. يبدو أنك تحتاج للنوم. يبدو متذمراً جداً. من يتكلم؟ سوف أجدك. أنا هنا. بطيء. عنكبوت خفي؟ أجل، نحن فريق. سنحتاج لقدرتك الخاصة إن أردناه أن ينام. دعني لدغة العنكبوت، لن أتمكن من الاقتراب منه بما يكفي. أترك هذا لي أنا. حان وقت النوم يا راينو. هذا لن يوقفني عن إيجاد الذهب. ربما لا، لكن لدغتي العنكبوتية ستوقفه. استغرق في نوم عميق. ذلك قد كان مذهلاً. ها هو الذهب المسروق الذي أخفاه راينو لنعده إلى المصرف. اكتفيت الليلة، استخدام لدغتي العنكبوتية يرهقني حقا. الأبطال يحتاجون لتجديد النشاط، ومن دون تلك الضوضاء يمكن للجميع النوم. أحب الذهب.